السلام عليكم خوتي المغاربه، كما ديما مرحبا بكم عند السلاوي، ومرحبا بيا عندكم خوتي المغاربه اللي داخل الوطن وخارج ارض الوطن، وزيدوا خوتنا الجزائريين، خوتنا التوانسه، وخوتنا الموريتانيين، تما والليبيين والمصريين متبعيني وتيتواصلوا معايا، الله يكثر خيرهم الله يجزيهم بخير. اليوم اخوتي جينا نعاود لكم القصه ديال البوطات والمقاطع، وسمحوا لي الا ما طولتش لكم في المقدمه، ولكن غادي نوضح شي امور. هادشي اخوتي المغاربه راه ماضي وداز في حياتي وخلصت عليه قانونيا، ما بقيت تسني حتى شي واحد شي حاجه، واصلا ما بقيت حتى ندير حتى شي حاجه اللي غيتابعني على القانون. هادشي داز وحنا دوزناه، وحتى لا عاودنا هادشي هذا، راه كما تنعرفوا حنايا الناس اللي خارجين على القانون كاملين، بان اي واحد كيكون خارج على القانون راه كيكون العدو اللدود ديالو راه هما رجال الامن. وتحيه كبيره للرجال الامن كامل بصفه عامه اللي في المغرب كامل. وكما القاعده غادي نوضح واحد التوضيح صغير اللي هو خوتنا المراهقين وليداتنا الشباب، باش ما يسمعوش هاد القصه هادي وياخذوها كقدوه. انا ديما نقول لكم خذوني عبره وما تاخذونيش قدوه، وهاد القصه هادي راه ماشي راه الجمهور الكريم هو اللي طالبها مني، وانا جيت اليوم باش نعاودها لكم كامل الحريه وكامل الطلاقه، باش نوضحوا شي امور شي وحدين اللي اصلا هما ما كانوا ما فاهمينش هاد المفهوم ديال المرة السلاوي ديال 2003 اللي كينتقدوا شي حوايج اللي ربما ما عاشوهمش هنايا ولا ما شافوهمش، شو معطلين واحد شويه حيت هادشي كبير عليهم، يقدروا يكونوا ما شافوهش في المدن ديالهم. هادشي علاش انا غادي نوضح اكثر، واحتراماتي للجميع، لا اللي تيحبني ولا اللي ما تيحبنيش، ولا اللي تينتقدني ولا اللي تيبغيني ولا اللي ما تيبغينيش، تحياتي واحتراماتي للجميع. السلام عليكم، معكم موريس ولد الملاح، ولد حي الملاح ضربان. تيشرفني اليوم نكون متواجد في توثيق بعض الاحداث اللي شهدتها المراره اللي معروفه بمراره السلاوي، وبحكم انني جار السلاوي وقريب المراره عندي احداث كثيره، ولكن نقد نحبس بعض الاحداث، وهاد الاحداث اللي نعاودوهم نعاودوهم غير الناس والاخص الشباب ديال كابيس العبره. صافي انا هادشي تنعاود على هاد الاحداث كانت في الماضي وكانت مع اشخاص اخرين، يعني دابا حاجه اخرى. المهم حنا دابا غنتواجدو بحي الملاح، حي الملاح بالرباط. هاد الحي سابقا معروف بحي يهودي قصر، هاد الحي معروف تاريخ وحضاره وتسامح، معروف على حي الملاح، ان حي الملاح تشيد سنه 1808 موافق شعبان فاتح شعبان 1222، اللي قام بالهندسه حي الملاح ديال الرباط، وهو المهندس المغربي الحسن السوداني، وقام به على اساس قاعده اساسيه هي المحافظه على التراث، على تقاليد وتراث اهل الثورات. المهم حنا متواجدين في حي سابقا معروف باليهود، اللي هو حي اللي في موضوع الحلقه اليوم، الحي ديال الملاح، الحي اللي دابا ساكنين فيه اللي ساكنين فيه دابا مسلمين وقليل عائلات قلال ديال اليهود. هذا الحي متواجده فيه مراره ديال السلاوي. اليوم كان لي شرف بانني نجي نحضر لهذا الملخص على الاخ والصديق والجيران، وكما تنقولوا باللغه العاميه العشير بصح محمد السلاوي. ونقدم لكم راسي، انا سعيد من ساكنه حي الملاح ومن الجار القريب لدار محمد الإدام، معرفه على بعد سنوات من الوالدين ومنادي، وبحكم حنايا متقاربين في العمر كبرنا شي مع شي. المهم جيت باش نعاود على
المررة. المررة اللي هي دار جدجة ودولها الناس ماشي في الرباط ولا اللي راه خارج الرباط. جيت نقول لكم أول حاجة كيفاش غادي كيفاش جات محمد وبدا المررة. أول حاجة محمد كان خرج شوية مع الطب، كان في واحد الوقت حكم الملاح كانوا فيه كما تنقولوا مرارات، اي المكان اللي تتباع فيه الحشيش او المخدرات بالتقصير كان قلال، اذا الناس كانوا تيمشيو بلا سبرين تيمشيو بلا سادي. السلام عليكم اخواني المشاهدين، واش مبروكه ويدخل عليكم الصحه والسلامه. هو الامر باش نبيتو الموضوع اليوم مرارة مكان بيع المخدرات. في الفترة ديال سي محمد سي موسى الدريب مولقى بسلاوي، الفترة اللي يعني كانت فيها هاد المرارة هادي، أنا ما كنتش موجود، كنت تنقضي واحد المدة حبسية، كنت في السجن الفلاحي بوطيطة سيدي قاسم، رغم ما كنتش يعني ديك الوقيته كان الهاتف يعني في بعض السجون المغربيه شبه مباح، يعني كنا كنعيشوا رغم البعد وانا مسجون، ولكن كنا كنعيشوا الاوضاع يعني من اللي جيت كان خاطب الدراري كاملين، تنهضر مع السلاوي، تنهضر مع كاع الدراري اللي موجودين في المرحله، يعني بحال كنت عايشها راني معاهم. وهو انا اليوم يعني انا بغيت غير نقول شهاده بحق سي محمد السلاوي، سي محمد المصدري، واحد الانسان يعني انا ماشي غنمدحو ولا هادي، هو وتحومتي شي قال عليا بشي ثلاثة سنوات وقيلة أربعة، انسان طيب يعني من صغرو شنو تيبغي يدير لي. المهم اخوتي كما قلت لكم كاين اللي خارج على القانون وكاين الأمن، هذه قاعدة العالم كامل. أنا بصفتي كنت خارج على القانون كان العدو ديالي هو الأمن، وأي واحد تيكون خارج على القانون العدو ديالو هو الأمن، والله يسمح لنا دابا رتبنا وعفى الله والحمد لله بقينا بصورة مزيانة، ما كناش متعدين، ما كناش نأذيو الناس، ما كناش حكارة، ما كناش نديو رزق الناس، كنا تنبيعو ونشريو، تنعطيوهم غلاط وتنجمعوهم دراهم ومئوات والفرنكات وربعميوات، وهادشي راه بشهادة الجميع، كاع اللي تيعرف السلاوي. خوتي من 18/3/2003 السلاوي خارج، خرجت بالليل. انا كما كنعاود لكم ديما في القصص ديالي اللي داخل السجن بانني انا راه كنخدم داخل السجن، وبحكم انني داك المنتف ضربت فيه عام ونص فخدمت وجمعت واحد البركه اللي قسم الله، وعاد نخرج من اي واحد 3,800,000 في ديك الليله اللي خارج فيها. فانا النيه ديالي انني في ديك الخرجه انا كنت خارج بها ما هوش باقي باغي ندير الحشيش ولا باغي نبقى في داك الميدان كاع بحكم داك الصريف اللي جمعت من الحبس، قلت غادي ندير بهم شي مشاريع. وكانت المراه الا ولدات ليا، كنت خليت المراه حامله، كنت خليت تقريبا شي 3 شهور هكا هكا ولا 4 شهور، قلت صافي تزاد عندي الولد ما عندي ما نبقى ندير بهاد المشاكل هادو. سي محمد كان خرج على ما اظن في شهر 3 محمد قش شهر 3 هي هذيك كانت المدرسة هذه شوية على حساب أبناء الحي وهذي. المهم خلص سي محمد، سي محمد معروف بالطيبة ديالو، الطيبوبة ديالو أول حاجة. أنا ملي خرج ولقى كما قلنا داكشي اللي قلت لكم في الأول، خدا بزمام الأمور، خدا بزمام الأمور تاع المرارة. وعندنا واحد الوقيتة بحكم حنايا الصداقة والجرة وهذي، سي محمد شحال هادي ما شفناه معاه كنخرج من الحبس وهادي، تنجلسو في العشية مع ديك العشرة ديال الليل وهادي،
واحد البلاصه عندنا تطل على واد ابي رقراق، حتى خرجوا الكلاسه وغادي نجلسوا جلسه ديال ولاد الحومه، تيسميها لنا هو اسمه محمد انتعاشه. انا تنجبدوا الماضي نجبدوا الحاضر نجبدوا هادي. بعدا قبل ما نهضر على المراره ونهضر على الساوي نقربوا الجمهور الكريم ونفهم المراره. المراره هو مكان بيع المخدرات، هادي تيقول لها مراره باللغه ديال البزنازه، تيقولوا لها مراره. هاد المراره ديال السداوي اللي قلت لكم عرفات احداث بزاف وانا كنت شاهد عليها. والوقيته اللي نحارب سي محمد لقاني انا سبقته في سابقتين ربما، يعني وين تنشوف انا وياه في الحبس، مرة يكون هو برا ونكون انا داخل، مرة نكون انا داخل يكون هو برا. سمح محمد واحد الانسان طيب، يعني راه واحد الوقيته انا سميتو الخيط الابيض، يعني يكون جوج عائلات عندنا في الحي، جوج عائلات في الحي مغايرين ولا هادي ضروري خصهم سي محمد كيدخل كيتوسط كيدخل بيناتهم وكيصلح الجرة بحال ما كاين والو. دري الله يعمر ليه الدار، قلب بيض طيب، عندو خبزه يقسمها معاك، عندو حمصه يقسمها معاك سي محمد. انا تنعرفو راجل ما يبغيش الحمراء لا في الحبس لا برا. انا مادام تنقول مراره وتنقول حي الملاح، انا راسي نهضر دابا على التسعينات. التسعينات كان الموضوع في حي الملاح، كنتي تتلقى دابا في حي الملاح كاينه 26 زنقه، حي الملاح 26 زنقه، كل مراره تتلقى فيها كل حومه تلقى فيها ثلاثه اربعه د المرارات، بقى كلشي تيبيع الحشيش وهذا. ولكن هذا ما تيعنيش بان كاع ولاد الملاح كيبيعوا الحشيش، لا، راه في الملاح كاين ناس وطنيين وناس وصلوا مناصب عليا، وتنقول لك وطنيين وبزاف، تيسكنوا ولاد الملاح في القاسم، ولاد الملاح، يعني راه ما كايناش غير لغة الإجرام، وصار الإجرام ملي كان في الملاح، أقسم بالله تاع المرارة ملي كانت، وحق الله العلي العظيم وربي شهد عليا، كانت المرارة لوغو، إجرام، ولكن من الداخل والله إذا شي تضامن إنساني واجتماعي راه ما كاينش. اقسم بالله، ولكن هذا الشيء راه ما تنبررش به الجرم اللي كان تيتقام بالعكس، هذاك الجرم اللي كان تيتقام كان جرم بجهاله اون بليس الحاجه بنت الحرام، ولكن مالغري الحاجه ما تخليكش دير داك الشيء، مالغري ما تخليكش. المهم ما علينا، راه كانت واحد اللعيبه ما بغاتش تنسى ليا، كانت مكتوبه، راه دخلتي دابا المراره تتلقى مكتوبه بباش اخوتي، مكتوبه بفخر كحل وفحار بيض. شنو مكتوب؟ الضرورة لا تعرف أحكام. ما عليناش أخوتي، خرجت قلت لكم مشيت عند مراتي وعند وليدي، لقيت المرا ولدات، لقيت الولد عنده 11 شهر، مشيت أنا كندور أنا وياهم دوز واحد 4 أيام. انا ديجا كف ديك 4 ايام كان الشريك يهضر معايا قال لي غادي نخدمو، قلت له خويا انا ما بقيتش باغي نخدم وصافي ساليت بنت العانة، مرة خرج معايا واحد البركة من الحبس لا داعي لي ذكر القيمة ديالها، راه غندير بها شي مشروع وغادي نريح الارض. قال لي لا سي محمد حشومة وما تخويش ليا، وانت اللي عندك مصاريف باش دير مشروع واش زعما كاينه تمشي في طريق الحلال. انا راه خارج ما عنديش، انا راه امي تسلفات غير باش تخلص ليا الريجي، ديك الساعه كانت باقا الريجي طابه، كانت باقا ما كايناش الديوان. قال لي راه عندي كريديات تقريبا عندي واحد 12 مليون ديال الكريدي ولا 14 مليون. قال لي غير ما خدمتش راه ما عنديش كيفاش غنردها. انا خوتي من اللي قال لي خرج في يومين قال لي هاد الهضره بقيت تنفكر، ولكن ما نكذبش عليكم ما عطيتهاش اهميه. انا الاهميه ديك الساعه عطاها لولدي اللي تزاد ليا وانا في الحبس. تنحيي وليدي محمد علي من هاد الفيديو هذا، مصطفى محمد علي راه دابا وصل في عمره دابا 13/4/2002، دابا راه عنده 18 عام دابا ونص وزياده، نقول 18 عام و4 شهور وشي صريف. تحياتي ليك اولدي واحترماتي ليك،
ما كنت عاطيه هو أهمية. أنا خرجت الأربعاء بالليل، فإذا بي نهار السبت كيعيط لي الشريك ديالي اللي هو ميديا قلت لي يا اسمع أحمد، قلت له نعم، قال لي أنا راه بديت. قلت له كيفاش بديتي؟ قال لي أنا رديت الخدمة. قلت له شنو معمول؟ قال لي أنا غادي نقول بجوج هضرات، بغيتي تسمح فيا وتخليني بوحدي شغلك هذا، وإلا بغيتي تجي تخدم مرحبا، انت راك عارفني انا وياك راه ما كنتفارقوش وكنخدموا بجوج من قديم الزمان. محمد كان وقت المرة يعني انسان راه غني على التالي، انا ما نقولش في الرباط والسلام، ندوز سوجو ما في الرباط والسلام مركزي غني على التالي بسم محمد. وكانوا الدراري مساجم قدر نسمي لكم جوج هكذا، كان الناس يخرجوا من الوطيطان من الكناس من حضر، من يخرج نهار لاكلاس ديالو يدوز المدرسة ياخذ صريف ياخذ مليا ديالو ياخذ كل شيء ويمشي معزاز مكرم. بحال اللي قلت لكم كانت مرارة وكان الشعب عايش من ذاك المرارة، راه واقع كان بحال قلت لك الجور كل واحد كان عنده التزامات كل واحد عنده كذا، ولكن شي المرارة كان فيها حلم جميل، شي مارغري الغمة ومارغري داك الاجرام ولا بريبار ديال الناس اللي كانوا تيدخلوا تما، عارف روحه اليوم ولا غدوه ولا دابا الحبس عادي عادي، ولكن الحلم باش يتحقق خاصك بزاف د الحوايج. ما علينا، هاد الحلم قد نقولوا ونخليه اكس لخويا السلاوي ويقولوا لكم ولا الناس المقربين راه عارفينه. انا اللي لاحظت في هاد المرحله هادي بان الناس ما كاينش شي واحد من الناس اللي واقفين على شي ساطوره ولا شي حاجه ولا هذا، الناس تدخل في امان الله وتشرف في امان الله وتمشي، وحتى الا كنوقع شي حاجه ولا هذه تيجيو الناس اللي تيتقداو تيجيو عند محمد تيعاودوا له تيجيو باسم محمد تيجيب لهم بحال اللي تنقول تياخذوا من الحق ديالهم منين من ابناء الحي بعض ابناء الحي. المهم ما عليناش، انا كنجي تنبقى نجلس مع اسم محمد واحد الساعه تلقى راسي في وسط ديك المرحله. قلت لي قلت لكم انا من الناس اللي قراب اسم محمد، تجي تجلس مع ديك الانتعاشه تنجلسوا شويه تندخلوا للدار هذه كما قال الاخ في الحوار اللي غادي يجي ولا السابق ولا اللي قبل مني بانه غيلقى راسو تبيع بلا هو. المهم هذيك الجلسه تاع ولاد هما وهادي هو ما بقيتش بقيت هنا هنا وناس محمد تيدور تيقول لي سعيد انت ماشي انت هذاك الشيء عندك هذا شو الانسان اذا ما تيبغي الخوف من شي من تجيه الخوف على ولد حمته تقول انا راه جالس اسم محمد والله العظيم ما نكذب عليكم داك الشيء مشى لا ارادي ما نكذبش عليكم اخوتي عقل المدبر ما خصوش يكون وسط المعمعه هذاك الدراري ولاد الحمار اللي غيسمعوا هذا الفيديو هذا تيعرفوا اللقب اللي من القبينو هو هذا من القبينو بالمعلم معلم هو هذا السيد هذا ميديا هذا اللي كنت عارف فيه قاميه وهو ما عندوش مع الضجيج هو كما قلت لكم عقل مخطط تيعرف يخطط وتيعرف يسير الامور ديالو من الفوق ولكن باش تحطو وتقول له بني مراره وسيرها بجميع المحتويات ديالها بجميع المشاكل ديالها فكتكون عنده صعوبه علاش لانه هو اصلا واحد الانسان اللي هو ثقيل بزاف وما عندوش مع الهضره بزاف ماشي بحالي انا شعبي وتنعرف ندافع على راسي وتنعرف نسير اموري وهو انسان مسالم باش نزيد نوضح لكم الصوره عليه اكثر يقدر تجي عنده تقول له خويا سلفني شي 1000 درهم يسلفها لك وتقدر دوز يومين ما ترد عليه ما والو تجي عندو تقول له خويا زدني شي 500 درهم يزيدها لك ونزيدكم واحد المعلومه اللي هي ثالثه ويبقى يتلاقاك عام في الزنقه ما عمرو يقول لك عطيني داك الشيء اللي كان سالك. انا باش نوضح لكم اكثر بان هذا السيد هذا ما خصوش يتحط في المراره كما تنقولوا حنا في الشركه. علاش؟ انا نقول لكم علاش، لان الا حطيته في سوق مثلا كيسير بيع 10 كيلو وهاديك 10 كيلو كتخلي لنا واحد 4 المليون
هو بقوة الحشوية اللي فيه وبقوة اللي ما تيقدرش يقول أي مخلوق على وجه الكرة الأرضية لا، فنقدر ملي نجي نتحاسبها في العشية إلا كنا غندخلو 4 مليون مثلا، نقدر نجي نلقى غير 1 مليون ديال الربح، ديك 3 مليون الأخرى فرقها. فهادشي علاش أنا قلت لكم ما خصو هو عقل المدبر ما خصوش يتحط في ذاك السوق، غيطب كل شيء وغيبقى بقوة الحشمة وبقوة الرجولة وبقوة شي حوايج اللي ما أنا ما لمستهمش في شي شخص واحد آخر بحال هاد السيد هذا. ما كان في كان في تاجر مخدرات يعني ما كان راه واحد ملاح ملاح راه سونتر دفي يعني راه ماشي سهل صعيب صعيب دير مرارة وتكون تت يعني تت كتبيع ديك الكمية اللي كانت تبيع سي محمد وفي سونتر دفي راه ربما كي ربما لا عاوتي واحد الإنسان في مدينة أخرى راه ما غاديش يخلي الحي ديالنا جا وسط الكوميساريات كاملين في سونتر دفي. أنا واحد النهار هذه الحكاية تبدا مع خويا في محمد، واحد النهار أنا سهرت حتى الصباح واحد المناسبة دوزتها زوينة وبقيت حتى الصباح. المهم أنا دخلت تلقى السلاوي داير عليه فوطة داير عليه فوطة وخارج الزنقة ما فهمت والو أنا داير عليه فوطة أخوتي والله إلا بالله داير عليه فوطة وخارج الزنقة وعريان من الفوق عريان من الفوق يلا خرج من الحومة وأنا داخل الحومة تنقول له بس محمد فين غادي فين غادي أصاحبي أنا فاجئني فين غادي والسيد منوضين عليه العافية ومنوضين عليه العافية وتيديو 4 صفايطات في النهار تيديو بلان واحد في 4 تيديو وتقايل معايا شحال الناس غيديو هو خارج يا اختي قول لي قرايبي وميرينين بيدي 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 4 دراهم غيديو ما غير وانا كنت نقول له غيديكم بالخمسة وما كاخويا قال لي قلت له رجع اخويا بحالك انا نجيب لك ميرينين ورايبي فعلا ما رديتو خرجت عندو بقال راه هي ميرندينا ورايبي انا ديك الساعه هي مات الموديل ديال التسعينات ديال بورتموني اخوتي هنا وباقي عاقل عليه خضر مصيفة قضية دير داكشي ديالي جبت له رديت ومشيت جبت ميرندينا درت لي بابها دخلت وما عرفتش اخوتي واش هو حرام راه باقي تنقولها له والله ما علم لقيت الطبلة زوينة لقيت كلشي زوين ريحت عجبني الحال بقيت لقيت راسي اقسم بالله وهادي شهادة التاريخ ورا بدون نية انا دبر راسكم انا تنهضر هادي والله الا على وجه خويا السلاوي نقول لقيت روحي جالس انا اللي تنبيه فمن عيط لي نهار السبت وقال لي انا راه بديت ما نكذبش عليكم اخوتي بحال ضرني مشيت صافي لان انا عارف شنو كيسوا وعارف المشاكل اللي غاتوقع مشيت داك الساعة اللي عيط لي بالضبط أنا خارج أنا والمرأة والوليد ديك الساعة تنسكن في قرية ولاد موسى في سلا دافع وليدي وغادي كانت سهرة وكنت قداو تويشيات جمعت ديك التقضية كاملة وداك الشيء مشيت للدار ريحت لقيت مدورة في عقلي مزيانة بس بردتي تحزمت هبطت لعندو لقيتو خدام في عدم